السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيه، صحتكم لاباس، اموركم على خير؟ وهذا النهار عندنا معكم هذا الفيديو بساعد الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على المصطفى عليه الصلاه والسلام. هذا النهار ان شاء الله عندي هاد المنويات ومخمرين في نفس الوقت، مخمر عندي شويه المخمر شويه الملاوي في نفس الوقت، ونشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله. يعني ما عنديش شي حاجه الصراحه كثيره، عندي الحريره مازال لي من البارح، والمليويات اللي عمرتهم معكم البارح خلاص راني شاركتهم معكم، حتى هما راهم مازال لي شويه نسخنهم ان شاء الله. قلت هاد النهار عندي شويه المخمر ديال المقله وسميتو شويه الملاوي ان شاء الله باذن الله، اللي كنت داك النهار درتهم وقلت لكم دابا نشاركهم معكم، خلاص كيجيو فنين ما شاء الله، بياكلهم صراحه وليداتي انا مع العصير. وهاد النهار ان شاء الله باذن الله عندي لهم، فخليكم معايا ان شاء الله باذن الله. هنايا عندي الفرص الرطب، عندي الفين، عندي هنا زلافه كبيره ديال الفين وعامره، وعندي هنايا كيلو قل ربع ديال الفرص الرطب، حيت غنقسمهم على جوج، درت شويه بزايد زلافه ديال الفينو عامره ديال الدقيق الكامل، الفينو سميد الناعم، كل واحد شنو كيقول له. هذا الفرص الرطب عندي كيلو قل ربع هنايا، يعني جوج زلايف، وهذا زلافه، يعني ديما خصنا نديرو الفرص اكثر من الفينو. عندي هنا شويه ديال الخميره، الخماره عفوا ديال هي واحد شويه مازال لي الناس، يعني بغيت ديفو ديفو ما بغيتوش بلاش اختيارية، بقى لي واحد نصيص يعني البارح كنت استعملته، بقى لي شويه خويته دابا هنايا. خلاص عندي واحد جوج معالق ديال العسل اللي كيعطيها الصراحه داك اللون ذهبي وكيجي ما شاء الله، واحد التكرميله كتجي خطيره. عندي له جوج معالق ديال العسل، هانتوما، ومليحه ان شاء الله باذن الله. ونعجن الخميره، غنخليها حتى نحيد الملاوي عاد ندير الخميره، حيت الملاوي الصراحه الا درنا له الخميره ما كيجيش زوين، هاي خمر وما كيجيش زوين، كيجي خايب. والمخمرات خلاص كيبغيو يخمروا، كيبغي الخميره زعما المخمر ديال المقله كيبغي يخمر. الملحه ديال هاي اليديه انا كنعرف بيديه قياس الملحه، ندير القياس ديالها الطحين، الملحه كتبقى على حسب الاذواق وصافي، ندير القياس. المهم القياس واحد المعلقه عامره صغيره، يعني كنبقى ندير ونزيد ندير نزيد. الماء صراحه عندي الخميره غنخليها حتى التالي، تنحيد الملاوي طيب باش ندير الملاوي ان شاء الله، وعاد ندير الخميره المخمر. الماء عندي شويه حيت الماء بارد دابا هاد الايام، راه البرد يعني سخنته واحد شويه باش ما هي دافئه شويه، درت الكسرونه وخليته على البوطه. بسم الله على بركه الله، دابا نبدا نخلط هاد المقادير. سميتو الماء بارد كيخلي العجينه كتكبد بزاف وما كتبغيش تطلق لنا، يعني ملي كندفيوها واحد شويه كي كتعطينا الطعني العجينه باش نخدموها، ما تكبدناش بزاف. دابا هو السر ديال الماء دافي والماء بارد، ملي كيكون الحال سخون خلاص بدا ما نستعملوا الماء سخون كاع. كيكون الماء سخون اصلا في الروبيني، اما دابا ملي يكون الحال بارد ضروري الملاوي الصراحه دفيو له العجينه كما كانت، ندفيو لها هكا شويه د الماء باش كتعطينا الطع في الخدمه وكتطلق معانا هكا، هي ما تبقاش حنا كنطلقوا فيها وهي كترجع للضو. كنخلط داك الفين هو الاول بالماء باش يعني الطحين ديالو راكم عارفين كيبغي يفزك، السميده ديالو غليظه، وكنبدا نجمع خلاص الجوانب بالفرصة هكا. هذا كان تبارك الله، راه دابا كلشي كينوض للكوزينه ما شاء الله مع العشيه. صراحه راني درتو معطله شويه حيت قلت هاد النهار عندي الحريره، عندي قلت لكم مليويات باقي لي من البارح معمري، بقيت كنقول هذا الصراحه واش نديرو ولا ما نديروش، هي ديك الشي بركه، ولا ملي قلت نوض ندير شويه مهم. الصراحه صورت لهم البارح مليويات من داك المليويات معمرين، درتهم ملاوي خاويين وملاوي معمرين، وكلاوهم ما شاء الله حيت الوليدات كيبغيوهم بزاف، كيشربوهم مع العواصير هكايا من سالا. وقلت راه نوض الملاوي اللي خاويين تسالاو البارح، والملاوي اللي عامرين مازال لي واحد الطبيصل. ايوا قلت راه نعجن شويه ونشاركهم معكم، ماشي مشكل، المهم كنشاركهم معكم اليوميات ديالنا وحياتنا كيعيشين، كدوزو معنا النهار ديالنا وصافي، ماشي شي حاجه الصراحه. هاد الشيء ما كان، وكنتمنوا منكم تشجعونا في القناه، الله يجزيكم بخير، يعني باش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله باذن الله. يعني فضلا ماشي امران كما قلتي، نطلب الله سبحانه وتعالى يعاوننا ويعاونكم ويعاون جميع الامهات يا ربي في هاد العواشر، ويسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي حبيبي. وهذا ما كان خوتي، نبقى نجمع هكا ندلك مزيان بحال هكا. عندي الكوس صراحه، واخا ندير المليويات عندي لهم في الميكا، نخليهم طلق راسهم واحد شويه وعاد نبدا نخدمهم. والمخمرات خلاص عم نفرق العجينه ونخليهم حتى هما يخمروا واحد شويه وعاد ندرسهم ان شاء الله باذن الله. انا غنشارك معكم الطريقه حتى لمائده الافطار ان شاء الله باذن الله.
وهذا ما كان هانتوما معايا خوتي. انا ندلك هاد العجينه شويه، يعني خصها تدلك شويه ضروري، خصني ندلكها باش يجي لنا مليويات زوينين، ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله من نقسمهم باش ندير الخميره ان شاء الله. هانتو يا خوتي الحبايب ديالي، انا من بعد ما دلكت هاد العجينه مزيان ديال المليويات ومخمرات، عندي لا الصراحه دابا الكميه ديال الملاوي، عندي لا شويه الزيت، انا نقسمها في النص، نقسمها قد ندير قد المخمرات قد المليويات. والمليويات عندي لهم زويته صافي بركه عليهم، يعني ما كنبغيهمش يكونوا جاريين بزاف، والمخمرات خلاص واخا يكونوا جاريين ماشي مشكل، المليويات خلاص كيبقاو يسيحوا لنا، الا كانوا جاريين بزاف كيبقاو يسيحوا لنا. هذا القياس نديروا المليويات ان شاء الله. هانتوما عندي درت له دابا زويته، هذا هو الملاوي، غنحيدو نديرو في هاد الملكه خلاص بيضه صافيه. هانتوما نحزمو نحطو هنا على جنب يطلق راسو على خاطرو. وهاد شويه ديال المخمر ندير له شويه ديال الخميره باش يخمر لي حتى هو. يبقي واحد المعلقه، راه ما كاينش بزاف الصراحه، ماشي بزاف، هاد شويه ندير له معلقه ديال الخميره نزلها هنايا بمي هذا فيه، ونزيد ندلكو واحد شويه، نزيد واحد الرشيشه وندلك فيه، يعني ضروري باش يجرى لنا شي شويه ويجي خفيف. انا ما نطويهم لا والو، عفوا تقربيه برميتها اسمحوا لي، ما نطويهم حتى حاجه، يعني ديك المخمرات اللي كيكونوا طويين عنديهم هي بحال بطيبيطات، وهما هي مخمرات، وكندهنهم بالعسل حتى اللي كيجي الصراحه فني يعني ما شاء الله. كاين اللي كيطلقهم يديرهم بحال شكل المخمرات اللي كنت كنديرهم في الفران، وكتخليهم هما كيكونوا في المقله، كتخليهم ملي انا نقطعهم هي هكا كنقرصهم ونخليهم يخمروا. كاين اللي كيقول لهم الشيار، كنسمع الناس يقولوا لهم الشيار، كل واحد شنو كيسميهم بواحد السي، عندهم بزاف ديال السميات هاد المخمرات ولا المليويات. غنستمر هكايا في سميتها في الدليك، هاد كندلكهم وندخل فيهم ديك الخميرات، هي ماشي بزاف هانتوما راهي شويه، غنديرهم غير صغيورين، كنبغيو ننوعو الصراحة في المائدة في الإفطار وصافي، هدا مالك يفينا بليا، راه الصراحة يكون كلشي كاين، وحنا كنوضو هادشي لي كان عندلكهم دابا خوتي مزيان، ونخليهم يعني يخمرو واحد شوية، أنا غنخففهم غنديرهم خفافين، ونزيد ندلكهم واحد شوية، وغندهنهم بزويته، وغطيهم تاهما بميكا، ونخليهم تاهي يخمرو إن شاء الله بإذن الله. وهانتوما معايا تنكون كنقرصهم ان شاء الله، عاد نشاركهم معكم، فخليكم معنا ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى اللي تفرج في الفيديو ما ينساناش من لايك اخوتي، الله يجزيكم بخير، والله يوقف معكم في هاد العواشر ان شاء الله باذن الله، يعني دعمونا في القناه الله يسهل عليكم، وتفرجوا في الفيديوهات من الاول حتى التالي الله يسهل امركم. وهذا ما كان اللي نقول لكم اخوتي، اللي اكتشف القناه اول مره يدير لنا جيم، دير لنا لايك، ويهبط على ديك البوطونه الحمراء اللي كتكون مكتوبه من تحت يبارك عليها، ويفعل الجرس ان شاء الله باذن الله باش يبقى يصلو كل جديد، ويدعمنا في القناه ديالنا الله يسهل عليكم، الله ينوركم ويخلي لكم وليداتكم وما عز عليكم في هاد العواشه. يلا خوتي غنزيد ندلكها مزيان مزيان، دهنها بزويته ونخليها ان شاء الله تخمر، ونرجع معكم ان شاء الله من يخمر المخمرات ان شاء الله باذن الله. هانت يا خوتي هاد المليويات انا قرصتهم هنايا فهاد البلاطو كاملين باش ما يطواش عليكم لا فيديو، بصراحه بغيت ندير غير قصير خفيف ظريف. المليويات هما هادو قرصتهم كاملين هنايا، طلقتهم درتهم كويورات على هاد الشكل صغيورين، عندي هنايا الزبده والزيت مخلطين، خلاص الطاسه بقات لي فيها شويه ديال الزبده اللي كنورق بها، بقات لي شويه ديال الزبده جات عليها الزيت، وغنخلطها هنايا فهاد الطاسه نيت ما فيا ما نجلط بهم واحد كنضحك معاكم صافي. المهم هنا الزبده والزيت مخلطه باش غنورق هنا ان شاء الله دقيق الفينو باش كنقرص باش كنورق الزبده، وهذا الملاوي حتى هو وصافي. وهذا ما كان هاد المليويات انا درتهم هي صغيورين ماشي كبارين، نتوما غتشوفوا كيفاش كانت عندي وحيده في قلب وحيده باش كيجيو زويين ومرقين، شوف راه نقرصهم بيله طلقوا راسهم، والمخمر خلاص راه مازال خليته كيخمر، درت شويه البطاطا ديال الثقله، درت شويه البطاطا الثقله وجيت نصاوب هاد المليويات والمخمرات، حتى نسالي المليويات عاد نصاوب المخمرات بحال يخمروها، كنطلق بحال هكا مزيان. وعاد سمحولي الصراحه على الصداع، الدراري كيلعبو برا جايين حدا الشارع الدرب،
الدراري حال هادشي باش ما كنبغيش ندير لكم الصوت كيكون عيجي فيه الصداع بزاف عيجي مميت يعني هاد النهار كنت نهضر معكم شويه ما فيها باس كانت الملويه بحال هاد الشكل شوفوا تبارك الله راه طالق الطوق طلق الراس ما شاء الله كيجي وكنبدا نهز الزبده والزيت مع بعضياتها هكا وكندهن هادي هكا ندير الفينو بحال هكا وكنبدا نطغي بحال هاد الشكل ندهن بالزبده ونرشوا الفينو ونطغي صراحة سمحوا لنا على هاد الصداع والله هاد الصداع صوموا بحال هاد الشكل هكا ندير لكم هي وحيده ان شاء الله وغنكمل الكميه حيت الصداع بزاف وجاني هاد الشيء هانتوما بحال هاد الشكل هذا وعندي وحيده ان شاء الله في قلبها هذيك هكاك غنستمر حتى نسالي الكميه كامله تبارك الله راه طلاق راسو هانتوما ان شاء الله غنستمر هكا حيت مدارش بزاف راه عندي هنايا هي واحد ستة وقيله ديال الحبات بجوج يعني انا حسبت بجوج يعني كل جويجات عندي لهم في وحيده هانتوما غنستمر هكا هاني طلقتها شفتها كتبدا تبان الطبله داير تبارك الله هاد البويقه ما عطيتها الصراحه الدلي وجاي ما شاء الله تبارك الله باش ما نعيبوش مازال تما كنضحك معكم صافي والله العظيم الله يجازيكم بخير ندير دابا هاد الوحيده هكا هاد القلب ديال هادي وعنبدا نقلب عليها هكا وما نوصلوش حتى للطرف باش نخليو فين تكرسوا الوسطانيه عاوتاني نفس الحاله كنخليو واحد شويه ديال الفريق باش نلقاو فين نكرسوا الاخرى باش كيجينا مورق هو السر ديالو الصراحه انا ملي بديت كندير له الطريقه كيجي مورق من الداخل ما كنبلغوش ما كنلصمطوش الاخرى مع هذا كنديرو بحال هكا فقط هانتوما هكا على هذا الشكل كنخليوها حتى كتطلق راسها ونقرصوه هانتوما على هذا الشكل ان شاء الله باذن الله نسالي الكميه هذه كامله بحال هذه الطريقه ونرجع معكم ان شاء الله من كون كنطيب باش ما يطولش ليا الفيديو الصراحه ويجي طويل بزاف بغيتو هاد لا فيديو يكون خفيف ظريف وصافي يلا خليكم معنا ان شاء الله باذن الله نسالي الملاوي كاملين بحال هاد الطريقه هذه ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله هانتوما خوتي انا ساليت الملويات ديالي هي خمسه قلت لكم خمسه الحبات عطاوني هادو اربعه وهذه وحيده الخامسه وهذه الوحيده بقات بوحديتها مسكينه ما درتش فيها جويجات بقات هي وحيده درتها هي وحيده ودابا ان شاء الله نمشي نطيبوهم هانتوما معنا ومنا نشوفوا المخمرات ديالنا واش خمروا نكرسوهم ان شاء الله باش من نطيب الملاوي نطيب حتى المخمرات خليكم معنا خوتي شكرا لكم بزاف ودابا خوتي هنا نكرس المخمرات هنايا حداكم مليويته هما المقله هو حطيه سخون باش ندير فيه الملاوي ان شاء الله والمخمرات راه لقيتهم حتى هما خمروا هانتوما ما شاء الله العجينه ديالهم راني درتهم خفافين باش يجيونا ان شاء الله زوينين نديرهم حتى هما هي صغيورين ماشي كبارين بزاف هانتوما دابا نشدهم نخرجهم هنايا ونخليهم في هاد هاد البلاطو هنا على ما نصاوب ان شاء الله الملاوي غنصاوبو هو الاول على ما نلقاهم هما مرام خمروا على ما خصنا ضروري من نكرصوهم هكا شويه نخليهم يوليو يخمروا عاوتاني المره الثانيه باش يجيونا زوينين نكرصهم ان شاء الله كاملين هكا نخرجهم ما بين يدي ونخليهم ني تنسالي الملاوي بديك الخمسه ديال الملويات نطيبهم عاد نرجع باش نطيبهم هما فخليكم معنا ان شاء الله والملويات ديالنا تبارك ما شاء الله كي جايين غزالين ما شاء الله شوفوا تبارك الله اللون كي داير زين روعة فين مرقين من الداخل من فوق كاين جايين عالم زوينة تبارك الله شوفوا تبارك الله كي دايرين صبوني اللي نحلكم صبوني شوفوا تبارك الله من الداخل كي دايرين شوفوا ما شاء الله روعة روعة بسم الله شوف هنا قصير وغنصاوب ان شاء الله واحدة اخرى دايره حدايا واحد القصيعة كنصاوب فيها حيت هاد البوطاجي راه ما شاء الله عليه صافي صغيور بزاف كنستمر هكا كنسالي ان شاء الله جايين خطيرين الصراحه جايين فنيين فنيين
لاباس عليهم ان شاء الله. الطياب كلهم بهذه الطريقه هذه غنبقى نطيب كنقلب وندير زويته ونبقى نخبط عليهم باش كيتنفخوا الصفار ما شاء الله، ونطيبهم كاملين ان شاء الله باذن الله. انا غنوريكم هذه متى بدات تحمر وتنفخ ان شاء الله باذن الله، فخليكم معنا ما تمشيو فين. تبارك الله، شوف النفوخيه، شوف شوف شوف. خا الكاميرا صراحه جايه بعيده شويه، كنتمنى تبان يبان لكم. شوف تبارك الله، شوف شوف تبارك الله، النفخ ما شاء الله، واحد اللون جاي فيهم خطير، اللون جاي ذهبي ما شاء الله. هما المخمرات ديالنا بقا كنطيبوهم اخوتي، هانتوما كما كتشوفوا راه جاو ما شاء الله زويونين، درتهم هي صغيورين على هذا الحجم هذا. شوف تبارك الله كي كيتنفخوا كيجيو ما شاء الله، هانتوما وكنقلبهم هكايا يعني ما طلقتهم ما والو، خليتهم هكا كريسات صغيورين كنرصهم، بقيتهم تبارك الله خمروا من سالت الملاوي، بقيتهم خمروا وبديت كنقرصهم على هذا الشكل بحال هكا، كيجيو رطبين ومزيانين. والملاوي هما هادو هما ساليتهم، هانتوما كيجيو تبارك الله ما شاء الله، شوفو من الداخل كيجيو، هانتوما شوفو تبارك الله كيجيو مرقين وجاو واعرين، جاو فنين فنين غزالين ما شاء الله. نسالي ان شاء الله الكمية ديال المخمر ونرجع معاكم ان شاء الله بإذن الله. وها الطبيله ديالنا خوتي، الشكل ديالها النهائي صراحه هي هذه، وكنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، ان صفرها جالسه حاضره. والمخمرات ديالنا هما هادو صراحه جاوا رائعين، هاد المخمرات جاوا فنين فنين ما شاء الله. كما شفتوا راه كان الاذان كيأذن المغرب راه اذنات، وما بغيناش قطعنا سيده الاذان. هما هادو المخمرات قلت لكم انا رفقتهم بالعسل، هما كيديروا لهم العسل، واني انا اللي بغى ياكل هو اللي يدير العسل في ديالو. شوف تبارك الله كي كيجيو ما شاء الله، اسماء تقسم لكم وحيده، كيجيو غزالين الصراحه وكيجيو روعه. شوف ما شاء الله رطيبين، مامتي تبارك الله كي دايرين، شوفوا غزالين ما شاء الله. وحنا راه خلينا خلاص بدا الدراري كيفطروا، مليويات هما هادو تبارك الله، حتى هما جاوا فنين، شوفوا كيجاو تبارك الله، وجاو مورقين وجاو رائعين، داك اللون ذهبي فيهم ما شاء الله. وقليت معاهم شويه ديال البطاطا تميرات الشباكيه خلاص من طبيعه الحال، سلو البيض مسلوق، هو السي محمد كيهز البيض مسلوق، والحريره خلاص كانت تبقى عندي سخنتها، المليويات هما اللي قلت لكم حتى هما راه سخنتهم خلاص، كانوا عندي ديال البارح. وهي هذه مائده الافطار ديالنا، كنتمنى تعجبكم تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايك والبارطاج، وضغطوا ديما على الجرس باش يوصلكم الجديد، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. يلا السلام عليكم.